يقول لك انه جائز هذا بين النساء مثلا. سمح للسيدة عائشة ان تنظر الى هذه الرقصة. اذا اغني وطني ولا وطني ولا غير وطني. اذا لاحظت انه عم تعرض اردافها والمناطق الحساسة بجسمها بشكل ملفت للنظر. الموسيقى، الموسيقى التي لا تطول. هاي إشكالية ممكن ترافق غناء المرأة عموما. إنه نحن نكون أعزبنا إذا لبسناها بلوزة. مزمار الشيطان في بيت رسول الله. القرآن كتاب جميل. في مقامات موسيقى، في إيقاع جميل.